بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بقي في الدروس المهمه ما يتعلق بالصلاه على الجنائز. التكبيره الاولى يكبر التكبيره الاولى، وبعد التكبيره الاولى يستعيذ بالله ويبسمل وقرأ الفاتحة دون أن يقرأ دعاء الاستفتاح. وتلاوة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة سنة. ثم بعد هذا يكبر الثاني ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، والأولى أن يدعو بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام جامع مانع، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم تسليمة أو تسليمتين. ويصح أن يزيد تكبير على خمس أو سبع تكبيرات. هذا ما يتعلق بالصلاة على الجنازة. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بالآداب والأخلاق الإسلامية. نعم. وإن شاء الله. الكرم. الكرم. الوفاء. والوفاء بالعهود. يعني الآن إخواننا مثلا أنت الآن دخلت إلى هذه البلد تركيا، الأصل أن تفي له، نعم، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. في الغالب كل واحد منا لديه يعني شيء من المخالفات، صحيح كل بني آدم خطأ، لكن لا تجمع بين أنك تخالف ثم بعد هذا تجاهر بالمعصية، تقول الله صنعت وصنعت، ثم تأمر بالمنكر. أنت تعرف أن بعض الناس يتحايل مثلا على النظام التركي مثلا، ثم يأتي يقول والله لعبت على تراك، ثم يقول فلان أنا أبين لك الطريقة بإذن الله ولا أكشفك أحد. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن خان. نعم. طيب الوفاء منه عهود. المحبة ذكرنا فيما تقدم من شروط لا إله إلا الله المحبة، أن يحب الله ولا يحب أحد مع الله. أين محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والصالحين؟ تحت محبة الله، وما أحببناهم إلا لأن الله أمر بحبهم. وتحب في الله أربع أشياء: محبة العمل والعامل والأزمنة والأمكنة. العمل الشريعة كلها، وسيأتي في نواقض الإسلام أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول قال ولو عمل به كفر، يصلي لكن يبغض الصلاة. العمل والعامل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة الصالحين كل واحد. الأزمنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ثلث الليل الآخر، ليلة القدر، رمضان مثلا. أمكن يحب الله مكة والمدينة والمساجد. ضد الحب في الله لابد من البغض في الله. يبغض من؟ العمل والعامل والأزمنة وأمكن. يبغض العمل يبغض كل ما حرم الله، تقدم هذا الشرك، والعامل إبليس وكل كافر ومنافق. أزمنة يحتفل بها الكفار في عالم احتفالاتهم عيد رأس السنة مثلا. أمكنة أماكن الله وأماكن الشرك والمعاصي. نعم. حسن الجوار. حسن الجوار. الجيران ثلاثة: جار مسلم قريب له حقوق ثلاثة، حق الإسلام وحق الجوار وحق القرار. هذا الجار الأول له حقوق ثلاثة تؤديها له. الثاني جار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار. والثالث جار كافر له حق واحد وهو حق الجوار ولا تؤذي. نعم. النزاهة عما حرم الله، تتنزه عما حرم الله، تجعل ما حرم الله في جانب وأنت في جانب آخر. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. مساعدة ذوي الحاجة بقدر استطاعتك. مساعدة ذوي الحاجة المحتاجين، لأن صدقة تتصدق بها.
قال أرأيت فإن لم أجد أو إن لم أستطع. قال تكف الناس يعني عن شر. نعم العفاف. العفاف طيب وغيره الشجاعة. لا تنظر في الورق. أقول لا تنظر في الورق. الشجاعة يظن البعض أن الشجاعة مثلا هي الحرية. كيف؟ أقول لكم يعني بعض الناس يشرب الدخان أمام الملأ في نهار رمضان شجاع. هو يرى تسأل الأخ ليش تشرب دخان؟ ما تخاف الله؟ يقول أنا حر. صحيح؟ لا مو صحيح. عندما يقول أنا حر هو في الحقيقة هذا ليس بحر والله، هذا عبد عند الشيطان أصلا. يقول أنا حر. مو حر. بهذا أنت عبد للشيطان. فروا من الرق الذي خلقوا له، خلقت حتى تكون عبد لله، وبهذا تحصل لك العزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن إذا خرج من هذه العبودية وقع في عبودية النفس الشيطان. إذا لابد ننظر في هذه المسألة، ما هو أشحر؟ هذا ليس بحر، هذا بعبد عند الشيطان. الحر الحقيقي هو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى. فالشجاعة ليست بهذا. نعم. الحياة. الحياة. الحياة لا يأتي إلا بخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم تستحي فاصنع ما شئت. بعض الشباب هدانا الله إياه يقول فلان يستحي. يا أخي لا تستحي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحياة لا يأتي إلا بخير. الصحيح ما تقول لا تستحي، تقول لا تخجل. يقول لا تخجل من اللي تريد شيء تريد كذا. أما أقول لا تستحي ما يجوز هذا. طيب نعم، يعني الحياة مثلا الآن تعرف أنه بعض الألبسة الآن تظهر العورة مثلا، فهذا يلبس هذا اللباس ولا يستحي. نعم لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس. قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم العفاف عن كل ما حرم الله ذكرنا. اللي يعرف يرفع اسمع. نعم الصدق. الصدق يصدق مع من؟ قلنا يصدق اولا مع الله في كلمه لا اله الا الله مثلا، ثم ثانيا يصدق مع عباد الله والذي جاء بالصدق وصدق به. صادق في اقواله واعماله وفي اعتقاده ولا يكذب. الصدق يهدي الى البر والبر يهدئ الجنة. قال ما زال الرجل يصدق ويتحرى الله، يعني يحرص انه ما يتكلم الا بالصدق حتى يكتب عند الله صدق. والحذر من الكذب. كذب نسال الله السلامه عاد الفجور وفجور اهدى للنار. يصدق مع الله ثم مع عباد الله. طيب نعم الأمانة. الأمانة وضد الأمانة الخيانة وذكرناها. نعم السلام. إفشاء السلام على من عرفت وعلى من تعرف. بعض الشباب يشتكي يقول في نفور وفي كذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم. إذا تفشي السلام على من عرفت وعلى من لا تعرف. نعم إراثة الملهوف. طيب هنا كتاب للمقيم رحمه الله سماه إراثة اللهفان في مصائد الشيطان، بيّن فيه مصائد أن الشيطان يضع شباك يصطاد بها الناس. خلاصة هذه المصائد في مصيدتين. مصائد الشيطان تتلخص في مصيدتين: شبهات شهوات. شبهات إما بدعة أو شرك، شهوات صغائر وكبائر. فإذا أغلقت هذه الأبواب الحمد لله سلمت من الشيطان، وإذا لم تغلقها وقعت في مصائد الشيطان. نعم
طيب الكرم وضد الكرم البخل. نعم. نزاع. النزاع عن كل ما حرم الله ذكر. الإيمان. الإيمان. طيب احنا ذكرنا مراتب الدين الإسلام والإسلام والإيمان والإحسان. البشاشة. البشاشة. لأن تبسمك في وجه أخيك صدق. نعم. اسمي تعاطس. نعم طيب. العاطس الآن إذا عطس حمد الله. عندما تسمع أحمد الله تقول له رحمك الله، ثم يجيب بعد هذا يقول أهديكم الله سبحانه. نعم كذلك ما ذكرنا بالأمس. الأذكار، أذكار دبر الصلوات، أذكار الصباح، أذكار المساء، دخول المنزل وخروج منه، الدعاء عند المطر، الدعاء عند الريح. نعم. اللهم نسألكم الخير هذه الريح خير ما فيها. التسمية عند الابتداء والحمد لله. التسمية عند الابتداء في الطعام، لأن التسمية واجب. ثم أحمد الله عند الفراغ. يأكل مما يليه ويأكل بيمينه وجوبا. وإذا نسي التسمية في أول الطعام وقت ما يتذكر أقول بسم الله ولو آخر. نعم. عيادة المريض. عيادة المريض يعني يعود ويكرر عليه الزيارة، يعاود عليه الزيارة. لكن الزيارة لها شروط. أولا تكون الزيارة في وقت الزيارة، يعني ما يمكن أن يأتي مثلا آخر الليل الساعة 12 مثلا أو بعد الفجر مباشرة مثلا، هذا ليس وقت زيارة، يأتي في وقت الزيارة. ثم ما يطيل الوقت عنده إلا إذا أحب المريض ورأى أن المريض يريد أن يبقى هذا عنده. ثم لا يذكر له الموت ولا يقنطه رحمة الله، يعني يدخل على المريض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال والله مسكين، والله قطعت قلبي، والله تقطع عليك ليل نهار، ما بديت حيلة، انت تعرف ما نحن فيه، عارف هذا، والله كله من النظام. هذا اصلا ليس في المستشفى، والله مجزره هذا. تعال هذا الطبيب اعرف ما احد يخرج من عنده، بل هذه المستشفى يعني خلفها في سرداب، انقل في الموتى والله. والله اعلم انها ايام يعني بتنتهي ان شاء الله والحمد لله. اولادك يضيعوا كلام الحمد لله. وفلسك هذا كأني أقول له مال تسخر، اعترض عن قضاء قدر. لكن يدخل الشيخ للمريض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس طهور إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يحفظ كتاب التوحيد فعليه إشياء كتاب التوحيد. يقول قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله عند قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أن من عند الله فيرضى ويسلم ويقتل عليه. أيضا بعد الأحاديث وكذا كيف يخرج من عنده؟ والله ما يشعر بشيء، يقول الحمد لله. دائما أنت تسمع أنه بعض الناس دائما متفائل، دائما تسأل كيف الحال؟ قال الحمد لله بخير. يا أخي والله إحنا في نعمة. يا أخي هذه المشاكل وهذه الأمور. قال وما أصابكم من مصيبة فكسبت أيديكم، أسأل الله أن يعفو عنه. إيه بعض الناس تسأل كيف أنت؟ قال والله في نعمة. يا أخي هذه الأمور كلها، قال الحمد لله، أسأل الله أن يكفر عن هذه الذنوب. قال يا أخي ما في نصر الآن سنتين وكذا، قريب 3 سنين. قال النصر قريب. وبعض الناس تسأل ها شو الأخبار؟ قال يا رجل أخباري كل يوم احنا في الهاوي، هزمنا وكذا وضعنا وأولادنا شرد وكذا، واللي مات مات والبقية ميتين. صحيح والله كل ما يصيب المسلم فهو خير. المسلم ما يعترض على قضاء القدر، يرضى ويسلم دائما. ملك من الملوك
أراد الخروج إلى الصيد. فعندما أراد الخروج يخرج بلا حرس بلا حاشية ويأخذ معه أحد. قال له الوزير أريد أن أخرج معك. قال طيب تعال معي. فعندما أراد الخروج قطع سبع الملك جرح. فقال الوزير للملك الحمد لله لعله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله ما استثنى شيء. يعني أنت هنا في خير يا أخي، في سوريا في خير. نعم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. غضب الملك من هذا الكلام. قال تهزأ بي؟ فرحت إني قطعت؟ أدخلوه السجن. فعندما أدخلوه السجن وأغلق عليه باب الزنزانة قال الملك للوزير قال سجنت؟ قال نعم. قال لعله خير. يهزأ به. قال مو هذا الذي تقول سجنت؟ لعله خير. يبقى في السجن. ثم خرج الوزير في الصيد. الملك يا شيخ الملك آسفين ما حد يقطع عنده. خرج الملك في الصيد وهو في تتبع الصيد وجدوه جماعة من الناس فأمسكوه. قال ماذا تريدون؟ قال نحن نبحث لنا أيام نبحث عن إنسان نقدم قربان للآلهة. قال أنا ملك وأنا كذا كذا الحمد لله لن نجد أحسن من كفش سمين أنت. قيدوه. فعندما أرادوا أن يضعوا القيد في يده وجدوه مقطوع الإصبع. قال أنت معيب لا تصلح أن تكون قربان للآلهة اتركوه. مجرد ما تركوه رجع الوزير وأخرج من السجن. قال الحمد لله والله إن قطعي خير صدقت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الوزير لا والله والله إن سجني خير. قال لماذا؟ قال لأنني لو كنت معك في الصيد أنا لست بمعيب كنت الآن في عداد الأموات. صحيح أنت ما تعترف هذا اللي يحصل وغيره كله بقضاء الله وقدره. والله ما يقدر العباد إلا خير. أضرب لكم مثال آخر. الآن هذا الأخ عنده سيارة وقصر وطائرة وقطار ومصنع مؤمن عليها تأمين شامل. تأمين حرام ما عندنا إشكال. المهم هو أمن. طيب كلها احترقت. يغضب يزعل ولا شيء. قالوا حرق المصنع وش الإشكال؟ ولا إشكال. ليش؟ مأمن صح؟ حرام التأمين ما في إشكال. لكن حرق المصنع تكسرت السيارة ولا يتغير عنده شيء. قال أنا مؤمن صح؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب أنت الآن في ذمة من؟ إذا ليش تبالي يا أخي؟ صح؟ قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه قال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى شراك عليه لرعاه. قال ما بالك باثنين الله ثلاثة. لا تحزن إن الله الذي مع الله كاذب مستقيم على طاعة الله هذا ما يحزن. قال يا غلام صغير دعني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك. بس أنت في سوريا أو في الهند أو في أي مكان أو في تركيا احفظ الله يحفظك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. في الرخاء الله أعلم إيش اسمه في الشدة ما اسمه. إذا أخواننا ما تعتذر عن قضاء القدر ترضى وتسلم. أي واحد يسأل كيف حال قول الحمد لله نحن في نعمة. يا أخي هذا قول الحمد لله مفهوم؟ ما تتطيع. نعم أداب الشرعية دخول المسجد دخول المسجد ذكرنا بالدرس الماضي قلنا يقدم رجله اليمنى وكذا. التعزية في المصاب. التعزية في المصاب. التعزية في المصاب.
تعزية في المصاب. تعزية قال في المصاب. ايش المصاب؟ يعني اصيب بموت قريب. هذا الاخ له قريب لكن مؤذي فاسد ومات، تعزي؟ لا، مو مصاب. فرح هذا انه مات، قال الحمد لله ارتحنا من واحد. سيد لكن تعزي بمصاب، تعزي بماذا؟ تعزي ان لله ما اخذ ولله ما اعطى، كل شيء عنده والاجل المسمى، فلتصبر ولتحتسب. لكن هذا في حدود ثلاثة ايام، بعد ثلاثة ايام اقول ما تعزي ابدا. تعزي وين؟ الاجتماع في بيت الميت هذا من النياحة، كبيرة من كبار الذنوب. هذا اللي يصنعه عندكم كلام أمور أنتم تعرفوا أكثر منه، هذا كله من النياحة، كبيرة من كبار الذنوب. طيب تعزي أن أنتم عزي في المصاب. نعم التسمية عند البدء والحمد عند الفراغ، ذكرنا والحمد الحمد عند العطس ذكرنا والله ذكرنا. انا مسجل راجع اذا ما ذكرنا ان شاء الله. نعم مساعد ذوي الاحتياجات ذكرنا. اتباع الجنائز، اتباع الجنائز على الرجال، زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، اتباع الجنائز. الزيارات الشرعية للقبور، الزيارات ثلاث، زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. هذه زيارة القبور شرعية بدعية شركية. الشرعية أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة ولا يشد إليها الرحم، وأن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات، فإن نوى دعاء الأموات زيارة شركية، وإن نوى دعاء الله عند الأموات ويروح عند المسجد عند القبر هناك حتى يدعو الله أن يرزق زوجة صالحة زيارة بدعية. هذه الزيارات عندنا. ثم القبور الآن أسماء مكتوب عليها وأشجار وبناء، لا يمكن أن تكون القبور إلا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي، وعلي يريد بعث أبو الهياج، وأبو الهياج بعث اللي بعده حتى جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. محمد بن عبد الوهاب بعث من كان عنده من طلاب وسوى القبور كلها هذا يومها حتى وصل وقال والله اعلم الى طهران قدم كل القبور. لذلك الرافضه يؤكدون للوهابيه. اي نعم. الا تدع صوره الا طمستها، طمسها يعني ازاله معالم الوجه، ولا قبرا مشرفا اي مرتفعا إلا سويت. كيف تسويت؟ تسويه أولا على السنة. كيف؟ أن يرتفع قدر الشبر، يسنم، يوضع عليه حجر أو حجرين، هذا السنة في القبور. أما يبني عليها بناء ويضع عليها علامة وكذا، أعوذ بالله. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. قبور تراها كأنك الكفار. طيب نعم التهنئة إما بالزواج أو بالمولود تهني، وبالعيد عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن عندنا تهنئة ما تجوز. يقول بالرفاه والبنين ما يجوز تهنئة الجاهلية. صحيح تهنئة في عيد رأس السنة Happy New Year عيد الحب. والله أخواننا يعني هؤلاء أصلاً ما يعيشوا في هذه الحياة، أموات غير أحياء. عيد الحب أو عيد الأم أو عيد كذا وعيد كذا، هذه الأعياد عندهم ترى كثير من الناس لا يدري ما سبب هذه الأعياد.
سوى هذا العيال ما عندهم أصلاً تواصل اجتماعي. ما منذ أن يبلغ 18 عام خلاص يخرج ولا رجع لوالده. فقالوا نصنع عيد حتى يأتي لأمي في السنة مرة واحدة، عيد الأم وعيد كذا وعيد كذا حتى يأتي، ولا يأتي برضه. في النهاية تجد من المسلمين من يحتفل ويهنئ. ما يمكن حتى ما الآن ما هو موجود جمعة مباركة. إيش جمعة مباركة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يهنئوا بالجمعة يقولوا جمعة مباركة؟ لا، إذا ما في تهنئة بالجمعة تقول جمعة مباركة. طيب سبت مبارك الحمد لله صحيح؟ ليش ما تقول سبت مبارك؟ ما يصح التهنئة لا بالجمعة ولا بغيره. تا عندنا عيدين أهل الإسلام، عيد الفطر عيد الأضحى اللي فيها تهنئة تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. أما جمعة مباركة، جمعة طيبة، جمعة كذا، عيد مبارك، ما يصح. كان يقول الشيخ الألباني الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول هؤلاء أهل سوريا ما شاء الله كل شيء يجعل له يعني كلمة ورد. توضأ بدع، هذا بدع، قال زمزم، الثاني يجيبه قال صحبته. ما يصح هذا. حرما كذا، خلي أمور الدنيا ما عندك إشكال فيها. يقول له نعيما بعد الحمام وكذا ما في إشكال. لكن هنا في إشكال، بعد توضأ يقول له زمزم، لا ما يصح. هذا أصله. المشكلة إحنا دحين اسمع معي بس أنا فاهم الشيء بعد. النظام بقي في قلوب بعض الناس. والله حتى هنا الآن هو في الريحانية تجد يطبق البدع. والله صدق كل البدع كل المخيمات قريبة يعني كل المخيمات. رجل أنا دخلت قيمة الصلاة، صلي التراويح والله يا شيخ يقرأ ويسألونه عن الله أكبر. ما يقرأ، والله ما يقرأ القرآن هذا. أنا مسكته بعد الصلاة. أنت شو تسمع؟ تلعب أنت؟ وين النظام الآن عندك أنت؟ تقي الله كيف تصلي بالناس أنت؟ تلعب القرآن ما يصح صح؟ زرع النظام البدع وبقي الناس إلى الآن. طيب وين؟ لأنه في القلوب الآن النظام صدق. يعني واحد لو قال لي هذا قال ما الفرق بينك وبين الشبيح؟ ما في فرق. بعض الناس اليوم لا يصلي يكفر ليل نهار ويكفر. والله صدق. والله في المخيمات تسمع بعض المخيمات هذا و شرب الدخان في نهار رمضان، ولا صيام ولا صلاة ولا غيره صحيح؟ يا أخي إحنا عندنا شريعة لا قومية لا غيره، لا سوريا ولا غيره صحيح؟ أعرض على الشر وافق أقبل قل قصدي. سبحان الله واحد يسجد للصنم تقول يا أخي شرك أكبر تسجد للصنم. قال والله ما أقصد. ينفع الكلام هذا؟ لا يفعل. اصبر أوقف يا رجل. واحد يسجد للصنم، يسجد للصنم تقول له أنت تقصد؟ تقول له أو تقول له هذا شرك أكبر؟ بالله لو واحد سبك وسب أبوه إيش تقول له؟ تقصدني؟ كيف قلبك مطمئن؟ ولا غير مطمئن؟ أنت تقصدني؟ إيش تقول له؟ سب ربك وسب ربك وبعدين تقول له كيف قلبك؟ تقصد؟ لا لا أنت معذور. الله أكبر. قال أنا والله ما أدري إنه سب ربكم. بالله زمن الرئيس، زمن الرئيس معليش. نسأل الله أن يعجل في هلاكه. اسمع أنت الآن، والله ما يتجرأ واحد يقول عندي واحد يقول أكرمك الله شحاط الرئيس يسبه. أقل جندي ما يتجرأ يسبه، صح؟ لكن يسب الرب في الليل وفي النهار، ما حد تكلم. قال غضبان، طب غضبان ليه ما يسب الرئيس؟ سب جندي الرئيس ما يستطيع. ليش؟ في سجن. لكن سب الرب في كفر أكبر.
طيب تغير الآن وخرجوا عن النظام سب الرب باقع عن بعض الناس. إذا ما إذا في عندنا إشكال لابد أن نغيره حتى يأتي النصر. والله صدق صحيح؟ لا تقول والله ما قصده. طيب إيش هذه عبادة يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا؟ تعال هذا الأخ يبغى يصلي الظهر 5 ركعات إيش رأيك؟ سبحان الله يا أخي يصلي لله 5 ركعات الظهر الركعة الخامسة يصلي فيها ويقرأ في الفاتحة ويركع ويسجد. الله أنا 4 ركعات فرض ظهر. طيب إيش الإشكال؟ إيش الإشكال يصلي 5 ركعات؟ هل يعاقب الله على الصلاة؟ إذا يصلي 6 ركعات وش المشكلة؟ صح؟ يصلي 6 8 10 ما في إشكال. والله ما يعاقب الله على الصلاة. صحيح؟ يقول له صلي؟ لا، يقول له والله يعاقبك الله على مخالفة السنة، ما يعاقبك على الصلاة. كيف تصلي 5 ركعات؟ ولا تزيد شيء. كيف هذا يقول له زمزم وصحبة وكذا بعد تقول ما في شيء؟ يعني هو زمزم يعني إن شاء الله نتوضا زمزم. طيب دقيق، هل هذا الأمر ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفته أنت وأصحابك؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يقولوا زمزم وصحبة؟ كان ما كان فيه زمزم؟ كان فيه زمزم، كان عنده زمزم في العادات. مين بيتوضأ بزمزم؟ إذا صار الدين ملعب، كل واحد يضيف حاجة هذا الدين. اسمع اسمع شوف ايش يقول الإمام مالك رحمه الله. يقول من زعم أن في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد عليه الصلاة والسلام خان الأمانة. خان الأمانة كفر أكبر. اقرأوا شئتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مفهوم؟ لا زمزم لا صحبة. تبغى تدعي له بالحج صحبة ياخذ دعي له في السجود. صح؟ حرما، ايش حرم؟ تقبل الله، هذا كله بدع. هل الصحابة رضي الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان انتهى من كان يقول حرما أو صحبة ولا معك؟ الحرام هذا. إذا قال شيخي اللهم والله لو في خطاب للرئيس، اسمع أنت بس الآن، يا رجل ما يغير في كلمة، لو أخطأ المذيع صنعوا به ما صنع. كيف كلام الله؟ كيف الشريعة يا أخي؟ كيف نغير الشريعة؟ كيف نغير شيء في الشرع؟ صح؟ الزائد أخو الناقص. حطس رجل عند ابن عمر رضي الله عنه، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ما هكذا علمنا رسول الله؟ ما يمكن. صحيح صلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو أنا بدعة. صح؟ إذا زمزم بدعة. الحمد لله يجلس. لا ما أسمع ما أسمع شيء. إخوانا نبغى نكون واقفين عند الأدلة. وكل واحد هذا أنتم تعرفوا أحسن من هذا. زمزم وصحبة شيء يسير أمام البدعة الموجودة. الجمعة شوف ايش يصنع والموشحات وكذا. والله اقول لك كنا في المخيمات كل يوم نسمع شيء. اصلا التراويح وبينها كذا وبينها وبعدها وقبلها والامساك قبل احنا كنا نقول لهم اخواننا احنا وين احنا؟ احنا في المخيمات تركيا الحمد لله. كيف تصنع هذا؟ المهم في اشياء ما ينكروا عليها الناس وفي اشياء ينكر عليها. خرجنا يوم وسرق يعني الى بعض الناس كان في موقف فقال هذا والله منذ ايام النظام الى يومنا هذا هي موجوده. هذا انكار ينكره لانه ما راح عليه. اما دين يروح ما في اشكال. صح؟ والله صح.